مرحبا يا صبايا ويا شباب، رجع قريبي كمان. اليوم بدنا نحكي عن شهادة السواقة، كيف من طالعها، شو بحق لنا نسوق، كم قانون كتير مهمين هذولي وقت السواقة بكندا، شو لازم نساوي إذا وقفنا شرطي. انا بتذكر وقت اجيت على ادمنتون كان معي، جبت معي شهاده سواقه دوليه، سقت عليها 3 شهور تقريبا، بحق لك 3، في ناس بتقول لك 6، ما بعرف. انا بسمع انه 3 شهور بحق لك بس تسوق بالشهاده الدوليه، بعد منها لازم تطلع شهاده كنديه. طبعا في عندك فحصين، او بسمون يعني عندك الشهاده هي 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي طبعا تختلف تسميتها من ولاية لولاية، يعني عندكم بألبرتا بيقولوا لها كلاس 7، بعدين كلاس 5، كلاس 7 بعدين كلاس 5. بأونتاريو اللي هلا نحن هون واللي بيهمنا هون، يلي هي بيسموها جي 1 وجي 2 وفول جي. الجي 1 او الكلاس 7 هن عباره عن الفحص النظري، لازم تتجاوز هذا الفحص لتنتقل على المرحله الثانيه. هلا هذا الفحص مثلا انا يعني بحكم رسبت فيه 4 مرات، 4 مرات، المره الخامسه نجحت. ليش؟ لانه فكر حالي وانا بسوق لي 20 سنه وقت اجيت لكندا، يعني شو يعني فحص سواقه، يعني شو يعني شو بده يسالوني، يعني أسئلة كلها فاضية. طبعا فتت كان عندي 30 سؤال لازم جاوب على 25، جاوبت على 10 أول مرة. بعدين رديت قدمت ثاني مرة على أساس إنه يعني ها إنه أنا أخذت فكرة عن الأسئلة، كمان طلع الحكي سلامتك، ما نجحت فيهم، مستحيل يعني. أولا اللغة كان عندي فيها مشكلة، طبعا أنت بحق لك تقدم باللغة العربية، يعني في عندك يا باللغة العربية يا باللغة الإنجليزية، بتختار اللغة اللي بدك إياها. حتى باللغة العربية هي الترجمة هي اللي بتضيعك، لأنه هو بيجيك 4 أسئلة بدك تحط على واحد منهم صح. بعد منها طبعا بعد إصرار مرتي إنه أنا لازم أدرس، يعني هو في كتاب بيعطوك كتاب أو بتشتري أو حدا من رفقاتك بيعطيك، يعني موجود يعني إنه لازم تدرسه لحتى تقدر تجاوب بالامتحان. فدرسته أول مرة، قريته هيك على السريع، فقلت خلاص يعني شغلته فاضية، يعني ما شو على صار. رحت رسبت كمان رابع مرة، درسته منيح منيح، يعني انه انا ممتاز، يعني شو قضيت تقريبا شي ساعة عم بدرسه، ساعتين بالليل قبل الفحص بيوم، يعني كمان رسبنا. لانه هن يعني ما في، انت عندك 4 أجوبة كتير بيتشابهوا، كتير كتير بيتشابهوا الأجوبة، بدك تختار واحد منهم. دائما الحمد لله كنا نغلط هي خامس مرة. طبعا قبل بالنهار كمان قعدت لي شي 6 7 ساعات وانا عم بقرا فيه، واعمل اختبارات اونلاين، لانه هذا الاختبار فيك تساويه بالكمبيوتر، بتلاقي وفيك تساويه. الحمد لله نفذنا. طبعا كتير مهم انك انت تجيب معك شهادة السواقة من اي بلد انت جاي منها، بدك تجيب معك شغلتين بفيدوك. شهادة السواقة أو إذا فيك الترجمة وتصدقها بيكون كتير ممتاز، لأنه هي الشهادة وقت بتقدمها الوضع الطبيعي أنت تعمل المرحلة الأولى لازم تنتظر سنة لتعمل المرحلة الثانية، يعني وقت تعمل الجي 1 لازم تنتظر سنة لتعمل الجي 2. لكن إذا جبت شهادة السواقة تبعك وترجمتها، طبعا ما بده يكون فيها غلط، غلط واحد يعني الاسم فيه ناقص حرف زائد حرف، لا ما بيصير. بيقوموا بيقولوا لك بحق لك تعمل مباشرة الجي 2 اللي هي فيك تسوق عليها. الجي 1 مو مسمح لك تسوق، مسمح لك تسوق إذا قاعد قدام واحد معه فول جي، يعني كمان ما بحق لك تسوق إذا واحد معه جي 2، ما بحق لك تسوق، لازم يكون معه فول جي. طبعا هي الشهادة مثل ما قلت لكم بترجموها بتعطوهم إياها، هني بحددوا لك اياها مباشرة. وممكن اذا كانت يعني شهادتك من الامارات من السعودية، هي شهادات نوعا ما معترف فيها وتبع الامارات معترف فيها اكثر، طبعا وبتجيب معك شهادة خبرة،
شهادة الخبرة هي بتقول انك انت مثلا بتسوق من تاريخ من سنة الـ2000 لهلا، ما عندك مخالفات وما لك عامل حوادث، هي تعتبر شهادة خبرة، وهي اهم ورقة انا كنت اقول للعالم كله يجيبوها. شهادة الخبرة ليش؟ لانه هي بتفرق معك بالتأمين بكرة. طبعا خلينا نقول هلا نحن الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي انك انت بتاخذ الجي 1 وبعد سنة بتقدم على الجي 2. الجي 2 هي شهادة مثل الفولجي، هي شهادة فيك تسوق فيها كل بكل الأوقات وما في عليك أي مشكلة، لكن هن بيقولوا أنا والله ماني متأكد من المعلومة، إنه أنت بعد 12 بالليل ما بيحق لك تسوق معك أكثر من ولد بالسيارة. لازم يعني إذا معك ولدين بالسيارة ما بيحق لك تسوق. ماني متأكد من المعلومة، لكن يعني أنا ما شفت عليها قيود كتير مثل ما كنت أسمع. لا فيك، يعني أنا كان معي الجي 2 كنت سوق وروح وإجي وسافر وأرجع وبالليل وبالنهار، يعني ما صار معي أي مشكلة الحمد لله. طبعا بعد الجي 1 كمان في عندك نطرة سنة تانية لتاخذ الفولجي. الفولجي اللي هي بيعتبروها يعني مثل عنا، خليني لكم يعني هي الشهادة، لا يعني أعلى، يعني شلون بدي اسميها، حرق اختها ما عم تزبط. هي الفول جي هي الشهاده انه خلاص يعني هون يعني اعلى شهاده ممكن تسوق فيها. طبعا بعدين بيجي فيها التكاسي والكذا، هي لها وضع تاني، فيك تسوق وين من كان كيف من كان، يعني وين من كان قد ما كان معك، يعني لو معك 4 اولاد بالسياره ما عندك مشكله. يمكن كمان انه انت بحق لك وقت تسوقها يكون في نسبه كحول معينه مقبول، يعني ايه شغلات خاصه بالكحول وبهالقصص هي. اما ما بتفرقش يعني الجي 2، يعني الفول جي ما بتفرق عن الجي 2 نهائيا. طبعا برجع بقول لكم هلا كثير شغله مهمه، كثير شغله مهمه، يلي بيقدر طبعا، وانا بفضل انه الكل يدخلوا مدرسه سواقه. هو مدرسه سواقه هون هي بتداوم فيها يمكن بس 4 ايام او 5 ايام او 6 ايام، يعني يو يعني ساعتين بالاسبوع. مدرسة السواقة شو بتعطيك لقدام؟ مدرسة السواقة بتختصر لك السنة للثمان شهور بين بين الجي 1 والجي 2، يعني بتختصر لك 4 شهور. مدرسة السواقة وقت انت بتأمن على سيارتك بيجيك حسم لأنك عامل مدرسة تقريبا شي 30 دولار، بين 25 35 دولار يعني، كمان بالضبط ما بعرف قديش، بس لكن يعني انت بتاخذ اقل من اللي مو عامل مدرسه سواقه، بتاخذ اقل بشي 25 لل 35 دولار. تكلفه مدرسه سواقه 350 دولار، كثير سهله. هي مثل ما قلت لكم يمكن شي 6 ساعات نظري، وبيعطوكم 10 ساعات عملي مع ناس بروفيشنال بالسواقه، طبعا مع مدربين سواقه، مدرب يعني ما في. هي بالنسبة للسواقة. هلا في سيد محمد سأل سؤال انه شو مشان المعاقين، انا والله ما عندي اي معلومة عن هذا الامر على الاطلاق. طبعا شهادة الفولجي ما بتخولك تسوق تاكسي مباشرة، عم تروح والله تقول انا بدي اشتغل تاكسي، بتخولك تسوق بأوبر. أوبر شركة الكل بيعرفها يعني، بس ما بتخولك تسوق بتاكسي، يعني انت طالع بتاكسي لازم تعمل دورة لا تقدر تسوق تاكسي. خليني اقول لكم شغله كثير مهمه بقلب السياره، في شغله كثير مهمه، معك ولد عمره تحت الـ10 سنوات لازم يكون قاعد بالكارسيت. مو قاعد بالكارسيت بتاكل مخالفه، مباشره السائق بياكل مخالفه. صديقنا كان مره عم يصف بالمول، يعني صف فات على الكراج وعم يصف بالمول، ابنه فك الحزام الامان كمان، بالصدفه كان في شرطي بالباركينج تبع المول، شاف ابنه واقف، اجى طرقه مخالفه 225 دولار. ما هون ما يعني ما فيها مزح الحكايه. طبعا اللي اذا اللي قاعد جنبك مو حاطط حزام امان ما بيخالفوك لك كسائق، بيخالفوا اللي جنبك انه انت ليش مو حاطط حزام امان. حزام الامان كتير مهم، الكار سيت كتير مهم، عدد الركاب بالسياره، يعني انت عدد الركاب عندك 5 بما فيهم السائق، ما بصير تركب 6، يلا بوقفوك الشرطة دغري بيخمعوك مخالفة على كيفك، يعني 3 ورا وواحد قدام وانت وبس. بيجي بيقول لك مرة، لأنه اجى شخص هون كان هو ومرته واولاده 5،
انا بدي اخذه واصله. قلت له مستحيل، انا ما بقدر اطالعكم انتم 50، انا بدي اكون مخالفه، انا ما راح هون. ما فيك تقول له لشرطي سامحني، يعني انه شو سامحني، انت مرتكب مخالفه انتهينا، يعني هي اكيد 100%. طبعا الفحص ما بيخوف، يعني للي بيسوق منيح ما بيخوف، يلي بيعرف يسوق صدقوني حيعرف يسوق، لا اكثر ولا اقل. بدك تعرف القوانين تبع البلد، قوانين السير تبع البلد، بس فهمتها انت رح تسوق بكل بساطه وبكل اريحيه. يعني انا الفول جي وقت عملت فحصها مره واحده ونجحت، سواقتي منيحه وبعرف قوانين البلد، فنجحت بكل بساطه. ما في وساطه هوني، ما في واسطه، ما في 500 ورقه، ما في دبرنا. يعني انا بزمان شهاده السواقه اجت لعندي على المكتبي، ما رحت ولا امتحنت ولا شيء، 5000 ورقه جبناها. هون ما في، هون بدك تعمل فحص، وفي اخطاء، يعني في خطا مثلا بحق لك كذا خطا كمان، ما بعرف قديش اعدادهم، انه كذا خطا وانت عم بتسوق اذا ساويتهم لحد معين بتمرق ممكن اكثر بيرسبوك. وفي اخطاء بسموها هي الاخطاء القاتله، مجرد ما ارتكبت الخطا بيقولوا لك ستوب ارجع خلاص انت راسب. يعني مرتي فحص السواقه لسه عم تطلع من المركز ارتكبت غلط كبير، دغري قالوا لها سوري ارجعي راسبي، ما بدون طبعا. وعلى تك عملة رسوم كلف لشي يمكن 80 دولار فحص او 120 دولار ما بعرف، ما هو كل فترة عم يرتفع ويتغير. شغلة كتير مهمة لازم اقولها، يلي سايق سيارة لازم يعرف، هون اخي ما في شرطي واقف في الطريق يصفر لك تعال صف على اليمين، اي ما في. هون كيف تعرف انه الشرطي بده يوقفك؟ تشعل الاضوية وانت ماشي بتقوم تلاقي سيارة الشرطة مشيت وراك وشعلت اضويتها، متى ما شعلت اضويتها انت لازم توقف على اليمين مباشرة، اقرب قرنة يعني سيف توقف فيها على اليمين. طبعا ما وقفت، بضل ماشي وراك هو شاعل الاضوية. مرحلة تانية ممكن يعطيك الصوت هذا الوي وي. مرحلة تالتة ما رديت عليه ممكن يحاكي شرطة يلاقولك من قرنة تانية بيوقفوه غصبا عنك، يعني ما في. لكن هو عاد المتعارف عليه هوني، انا عم سوق سياره مجرد ما شعرت الاضوية وراي انا وقفت على جنب. وهي طبعا كتير نقطة مهمة، انت سايق السيارة وقفوك شرطة ممنوع تنزل من السيارة على الاطلاق، لانه اذا بتنزل ممكن مباشرة يسحب سلاحه الشرطي، هون ممنوع. انت وقفك الشرطي بتضلك قاعد بالسيارة ليقلك هو انزل اذا كان في داعي تنزل. طبعا بيجي لعندك بكل ادب باحترام، نحن بمدينتنا هيك الشرطة، بكل ادب واحترام، مرحبا ممكن تعطيني شهاده سواقه والتامين تبع السياره؟ بتعطيه شهاده سواقه والتامين، هو بياخذهم عاده هيك بيساووا، بياخذوهم وبيرجعوا على السياره بيشيكوا على شيء ما بعرف شو هو، بيرجع لعندك بيقول لك انت ارتكبت المخالفه الفلانيه 1 2 3 4 وبيناولك المخالفه، بيقول لك انت ما اقتنعت انك انت مخالف او بدك تشتكي في المحكمه، فيك تروح تشتكي تقدم شكوى يعني ومنتقابل بالمحكمة، بدك تروح تدفعها إذا أنت مقتنع أنك أنت خالفت. كتير راقيين ولا أجمل من هيك، يعني أنا ما شفت شرطة بحياتي مثل الشرطة أقلها اللي عنا بالمدينة، المحترمين. يعني أنا معلش هلأ أنا ما وقفوني الشرطة ولا مرة، اللي هلأ 3 سنين بوينزر ولا مرة وقفوني، وإن شاء الله ما بوقفوني، بس مرة وقفوا ابني بالليل الساعة 1 بالليل وقفوا لابني، طبعا ابني اللي قال لي، اجوا لعنده قالوا له ممكن تعطينا الوراق، اخذ الوراق راحوا شيكوا لقوا ما في عليه اي شيء، رجعوا ناولوا الوراق قالوا له شكرا فيك تروح. هلا انا شيكوا اشتبهوا بشيء شغله او مثلا شكوا انه ممكن يكون سكران او شربان او اي شيء، طبعا ما بيشرب بس يعني شكوا. شغله ثانيه، هذا طبعا كثير مهم، ما بتنزل من السياره ولا تحت لحتى يقول لك انزل. اما انت لانه مجرد ما فتحت الباب او مجرد ما فتحت الباب وقلت بدك تنزل، مباشره الشرطي بيرجع بياخذ احتياطاته، ممكن يسحب مسدسه، وعلى الاغلب بيسحب مسدسه لانه هو بيعتبر انك انت عم تهجم عليه. المفروض ما تنزل من السياره الا اذا هو طلب منك، وهي يعني حالات نادره ما يطلب الشرطي انه ينزل حدا من السياره الا اذا في شيء مشكله كتير كبيره. طبعا في شغلة كتير مهمة، كتير 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 كتير، انت سايق سيارتك لانه هي انا ما كنت اعرفها وقعت فيها الخطأ، فلهيك عم قلكم يا ضروري جدا، اذا في سيارة شرطة جاية من بعيد عم تعطي اشارة ومشغلة الزمور تبعها،
مباشرة لازم تصف على اليمين مباشرة بدون نقاش، مو تقول والله أنا يلا شايفه ماشي بسرعة ومفتوح الطريق بمشي قدامه، لا، مخالفة 5000 دولار، ومدري كم بوينت بيروح عليها، لأنه هون في نظام البوينت كمان، 5000 دولار. أو إذا كانت سيارة إسعاف ما فتحت له طريق، يعني هو يعني أنت ماشي سمعت صوت سيارة الإسعاف وضليتني ضليتك ماشي طنشت 5000 دولار، طنشت يعني وخلينا بمعنى عرقلته يعني. لا، لازم تاخد على اليمين. هلا اذا كنت واقف خليك واقف، يعني انا احيانا بكون واقف على الاشاره، بتفتح الاشاره بس انا سامع صوت سياره اسعاف، ما بتحرك من قرنتي لتمرق من قدامي سياره الاسعاف، متى ما مرقت بتحرك. هذا كتير مهم، لانه جد المخالفه 5000 دولار ما في لعبه. طبعا الحكي على الموبايل، الشرطي مجرد ما شافك ماسك الموبايل 500 دولار وثلاثة بوينت. طبعا بيقول لك بدك تروح على المحكمة روح، لكن عادة الشرطة يعني على الأغلب 99 فاصل يعني أنا فيني أقول 100% حتى ما بيظلموا حدا، بس في ناس بتقول لك أخي هيك يعني، بتقول لك لا أنا انظلمت، إيه روح على المحكمة فيك تحق. إذا طلع الحق على الشرطي بيلغوا لك المخالفة، يعني ما في مشكلة في هذا الأمر. 500 دولار 3 بوينت. طبعا انت كتير مهم وقت وقت بتاكل مخالفه التامين تبعك رح يرتفع السنه اللي بعدها، لانه المخالفه شوفوا هون سيستم المخالفه، بس تاكل المخالفه شركات التامين لها اكسس على اسمك بي 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 بتصور هيك بالبوليس، او هي بتنبعت للتامين وقت بشيكوا على اسمك بيطلع شو في عندك مخالفات، يعني مو انه والله ما بتدرى شلون ما دريت يعني شركه التامين، لا بتدرى، وبالتالي طبعا مباشره مجرد وجود عندك مخالفه بيرتفع التامين تبعك. هلا كثير كمان شغله مهمه، مشان حادث يعني صار معك حادث لا سمح الله، مو مثل عنا ببلادنا بينزل يلا بيشتغل السفق والرقع والضرب وحق عليك، لا حق علي، لا 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 لا، بتنزل هون بابتسامة انه مرحبا طمني عنك فيك شيء بدك اسعاف، هيك لازم تحكي ان شاء الله امورك بخير، لو بتكون فايتين سيارات معجونين عجن، ولو الحق عليه هو للشخص انت بتنزل بتقول له طمني عنك بدك اسعاف، او مثلا هو ممكن يجي لعندك يقول لك نفس الشيء، يعني بتحكوا مع بعض باسلوب كتير هون ما بتخانقوا. ليش؟ لأنه لا هذا رح يدفع من جيبته ولا هذا رح يدفع من جيبته، بالنهاية هو غلط وصار الحق على مين من كان، التأمين اللي رايح أعوض. فبالتالي أنت لازم تكون يعني راقي، لأنه هو حيكون راقي معك، لأنه إذا أنت بتهجم عليه أو بتسبه أو كذا صارت عندك يعني فوق مشكلة الحادث مشكلة كتير كبيرة ما بتخلص منها. فهذا الـ طبعا، وما بتحرك سيارتك الا ليجي البوليس بيقول لك ممكن حرك او كذا، مشان لانه البوليس اللي بيقرر الحق على مين كمان، وبيبين بالقانون ما في شيء برا القانون، وكله مصور وكل الشوارع في كاميرات ما في شيء مخبى يعني. لهيك انت وقت تكون راقي وريلاكس ورايق، علقت ب صار معك حادث تكون رايق، تنزل تسلم عليه تحكوا مع بعض عادي يعني. يعني انا مره كنت راكب مع رفيقي بكوستكو، عمل حادث، نزلنا قدام كوستكو، نزلنا قعدنا ولبين ما اجت الشرطه وصرنا نتناقش ونحكي مع الزلمه بقصص ثانيه ما لها علاقه بالحادث، الحادث اوريدي صار. ضرب الكف ما بيجيب لك حقك، والخناق ما بيجيب لك حقك، والسبسبه ما بيجيب حق، هون قانون. فهي بكون تنتبهوا لها كثير. هلا الأسئلة طبعا هو مشكلة، أنا ما عم حاول طول الفيديو كتير لأنه تحميله عم ياخد وقت معي، ومشان كمان أنتم ما يدي خلقكم تقولوا على هذا داخل أنا من رب الزلمة، لا المهم يعني شو بعرفني أنا من خبيس، يلا ماشي الحال. المهم بدنا نحكيكم على التأمين طبعا بشكل مبسط، أنا ما رح أفوت فيها كتير، التأمين له بده مثل ما بيقولوا ساعة على حاله، لكن التأمين طبعا أول سنة غير تاني سنة غير ثالث سنة. التأمين أنت مالك سايق بأونتاريو، تأمينك أول ما حتصل حيجي عالي، لهيك الورقة الشهادة تبع الخبرة هي وقت بيعتمدوا لك إياها، فهني يعني أنت أجيت فاعتمدوا لك إياها، فأني نعطوك خبرة أنك أنت لك بتسوق 10 سنين. هذا الكلام بيروح لشركة التأمين، شركة التأمين تشوف أنت لك 10 سنين وما عندك حوادث، تأمينك بينزل كتير،
يعني انا بتذكر اول ما جيت على اونتاريو اول تامين دفعته بالمدينه 350 دولار، اليوم انا عم بدفع 189 دولار مثل ما قلت لكم لسيارتين، يعني خلينا نقول السياره بتوقف لها 100 دولار، بين 350 بين 100، شوفوا الفرق. يعني هذا الفرق الخبره، انه كل سنه طبعا في شغله كثير مهمه، في شركات تامين كثير مو من الضروري ترتبط بوحده، فيك تتصل الو اعطيني سعر كانك عم تشتري اي شغله. كل هلا طبعا بيفرق بين شركه وشركه، ممكن يفرق له 10 15 20 دولار بالشهر، بس بالنهايه هو مصاري، اذا بتفرق دولار واحد انت احق فيه. لهيك ما بتعرف خلي حدا من اللي بالبلد يدق ويسالك ويناقشهم ويقاوحهم لكن وطبعا في اذا عملت اللايبلتي مليونين ولا اللايبلتي مليون ولا الديتكتبل 500 دولار ولا 1000 دولار، يعني له كتير قصص بترفع لك التامين وبتنزل لك اياه. هذا شيء كتير مهم ننتبه له. الحوادث بتعمل لكم رفع تامين، المخالفات بتعمل لكم رفع تامين، الكليم بحد ذاته انت مجرد ما تفتح مشكله مع شركه التامين هي لحالها بترفع لك التامين. يعني لهيك الواحد لازم يكون مثل ما بيقولوا على الصراط المستقيم. هلا في شغله رح نقول لكم اياها اللي هي الشرطه النوع الثاني، انا قلت لكم اول نوع يلي هو مكتوب على السياره بوليس، هون في عنا اندر كفر. تتذكروا بايام سوريا كان في شرطي واقف على اسراد حمص الشام، يوقف ورا شجره حامل لي هالكاميرا هيك وعم تقطع صور. لا هون بسيارته سيدي قاعد، لا يمكن تعرفه، مستحيل لانه يعني انا فكرت انه سيارات معينه، لا كل يوم بتلاقي سياره شكل، هذا ما بتشوفه الا شعل قضية ومش وراك. ليش؟ هلا طبعا هاد ما بتعرفه، مجرد ما شعل قضية بتعرف انه هو شرطه، مثل البوليس العادي تماما، لكن هو عند متخفي، يعني بالمعنى متخفي. فلا تقول انت اذا انا ماشي بشارع وما في شرطه والسرعه 60 خليني امشي 80، بجوز تلاقي ورم منك دغري تك شعل لك القضية بصف على اليمين، طرقك مخالفه، خاطرك مع السلامه. طبعا بدنا نعمل فيديو تاني عنه كيف تشتري السيارة، لأنه في إلى شروط، في إلى قصص، ما مشكلة. يعني أنا ما بدي أطول الأمر، رح نحكي بس دقيقتين تانيات، عم شوف عم حاول أتذكر الأسئلة اللي سألناها. برجع بأكد عليكم أهم شيء شهادة الخبرة وشهادتك، طبعا الشهادة الدولية ما بيبدلوها، وشهادة السواقة تبعك ما بيبدلوا لك إياها تبديل. يعني أنت تروح ما تعمل ولا فحص ولا شيء تعطيهم شهادة يعطوك شهادة؟ لا، بدك تعمل فحص اجباري، بدك تعمل فحص. يعني هلا بس شو صفي بين ما انت مثلا ضلك سنه لتعمل الفحص بين النظري والعملي، بين ما انت تروح هالسنه. يعني انا اليوم بعمل نظري ثاني يوم بعمل عملي، هي اللي بتفيدك الشهاده، بس كتبديل لا. هلا ما معك شهاده، ما معك مو جايب معك شهاده تسوى، بدك تنطر سنه، ما في مجال، قانون قانون. وانا دائما بنبه انه رجاء يا اخوان، رجاء 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 لا حدا يخرق القوانين بكندا، خلينا نرفع مثل ما بيقولوا راسنا بهالبلد، ونقول نحن ناس نظاميين وناس ما بنعمل مخالفات وناس يعني ناس راقيين. صدقوني صدقوني، سمعت سوريا الحرة فينا، نحن اللي منقول انه سوريا بلد ممتازة والشعب السوري بلد ممتاز. كل ما خففنا او حاولنا نلغي المشاكل والمخالفات والول الى اخره. برجع بقولكم ضربكم مثال، الحمد لله انا لي 5 سنين وشهر ولا مخالفة سير ولا اي نوع من انواع المخالفات. وعلى فكرة هي كتير مهمة، وقت بيجي شرطي لربما وقت بيجي شرطي وبيلاقي انه انا 5 سنين ما عندي ولا مخالفة، فحيسألني انه انت ليش يعني انه ليش هيك مثلا مسرع، ليش مسرع، خير في شيء؟ ليش؟ لانه انا ما عندي سوابق. حتى ممكن اول مخالفه يقول لك انه هي تنبيه، يعني هذا تنبيه لانه بيعرفك ما عندك مشاكل. كثير مهم انه نحن نحافظ على الريكورد تبعنا نظيف. يا سوري خلي الريكورد تبعك الريكورد، انا بعمل هيك يعني على اساس قوسين هيك بيعملوا هذول تبع التلفزيون، يا عم نقلدهم. الريكورد تبعك خليه نظيف. باي باي.